السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على نبتة ديال الشيح. نبتة الشيح اللي كتسمى بالفرنسية لارمواز بلانش، كتسمى بالإنجليزية ورمود، وكتسمى بالاسم العلمي ديالها أرتيميسيا هيربا أربا. إذن هذه هي الأسماء ديال عشبة الشيح، وبالأمازيغية فكذلك كتسمى بالشيح. دابا غادي نتعرفوا على المنافع ديالها، وكيف ما جا في واحد الكتاب متخصص في الأعشاب النباتات الطبيعية، فهو كيعطينا مجموعة من الفوائد اللي غادي نتقاسمها معكم في هذا الفيديو هذا إن شاء الله. من فوائد نبتة الشيح: للشيح رائحة خاصة يميل طعمه إلى المرارة، ومن أهم فوائده على الصحة قدرته على التخلص من الديدان المعوية وعلاج حالة التسمم الغذائي، كما أنه فاتح للشهية، يعمل على تقوية المعدة ويحمي من الألم. ويعتبر الشيح أيضا علاج قوي للحمى، إذ يكافح الالتهابات ويقتل الميكروبات ويمنع نموها، مما يخفض درجة حرارة الجسم ويحمي من أعراض الحمى. تعمل مكونات الشيح على تثبيت عمل الخلايا السرطانية، وخصوصا تلك التي تسبب سرطان الرئة، مما يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السرطانية. الوقاية من فقر الدم أيضا على خصائص نبتة الشيح التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وبالتالي لن يحتاج الجسم هذا العنصر في حالة تناول الشيح. كذلك تساعد على إزالة السموم من الجسم، إذ يعمل الشيح على التخلص من الفيروسات والبكتيريا المسببة للسموم ومجموعة من الأمور بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، ويؤثر على مرض السكري بشكل إيجابي، إذ يقلل من مرات التبول. أما بالنسبة للدورة الشهرية فهو ينظمها، ويعتبر من المواد العشبية المهمة التي تعمل على إدرار دم الحيض وتنقية الرحم من بطانته الفاسدة. وللشيح فوائد كثيرة على الجسم، على الجهاز المناعي، حيث يعمل على تعزيزه وزيادة نشاطه للوقاية من الأمراض ومحاربتها بشكل فتاك. وفي دراسة أجراها الدكتور أحمد صفوت الباحث في كلية الصيدلة بجامعة السويس، كشف هذا الأخير أنه وجد في الشيح تركيبة حديثة لقتل الخلايا السرطانية، حيث يحتوي على النبات على 9 مركبات وكذلك منها أحادي وثنائي أستيل الديهيدرو الأرتستينين، وثبت أنها فعالة في تدمير الخلايا السرطانية. بالإضافة إلى كل ما سبق، يعتبر الشيح مضادا حيويا ضد مختلف أنواع الحساسية، حيث يقلل من أعراضها ويخفف منها بشكل واضح. إذن كانت هذه بعض الفوائد من عشبة الشيح. إذا كانت لديكم أي عشبة أو نبات تريدون أن تحدث عنها في فيديو، فاكتبوا لنا في التعليق وسوف نخصص لها فيديو خاص إن شاء الله. شكرا للمتابعة، إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.